اللعيب بالظبط في مير على ما اعتقد ودخلت هدف. الكره الثانيه بتاعت جريرو كره طايشه دخلت. يعني لما تيجي تتكلم مثلا على الهدف تتكلم على الهدف دلجادو او ايوما اللي هو تسديده بتاعت سافريس ايوما دلجادو اللي هو هدف ممتاز جدا. الهدف الثاني في ماتش هدف احمد فتحي وسيد حمدي يعني هدف احمد وسيد حمدي. لما تيجي تكلمنا على 10 اهداف انا شايف انهم 3 اهداف بس. يعني ممكن يكون بس عايزين يشغلوا الموقع عندهم شويه الاتحاد الدولي. لكن اكتر هدف يعني تديله احسن. انا اكتر حاجه عجبنا الجمله اللي اتعملت هدفين. الجمله بتاعه دلجادو في ماتش اولسن الهدف الثاني كان اكثر من رائع. ان في جمله معموله من نص الملعب. نعم. الهدف الثالث الهدف الاولاني بتاع النادي الاهلي بتاع سيد حمدي لان برده معموله جمله من اول الملعب. واحمد فتحي عمل فيها شغل كويس جدا والتحرك بتاع سيد حمدي كان ممتاز. والهدف بتاعه ياما مثلا ثلاثه. وهدف جريرو اللي هو في النادي الاهلي الاول اللي هو الهدف بتاع 1-0 النادي الاهلي. يعني كره ملعوبه وراح هو طلع وفي خطا دفاع. انما غير كده بصراحه انا شايف الاهداف كلها عاديه جدا يعني. نعم. والآن مشاهدينا الكرام سنأخذ أو سنعرض عليكم إحصاءات هذه البطولة وإحصاءات طبعا اللاعبين سواء من الفرق السبعة وأيضا فريق النادي الأهلي. لكن سنبدأ في البداية بإحصاءات هذه البطولة. إحصاءات البطولة جاءت كالتالي. طبعا البلد المضيف هي اليابان نسختها التاسعة. نشاهد دلوقتي الجرافيك الخاص ب هذه البطوله بطوله التاسعه. كابتن خالد يمكن الوصيف هو تشيلسي والبطل كورينثيانز البرازيلي. افضل لاعب هو كاسيو حارس كورينثيانز. وافضل لاعب ده كاسيو. وكاس اللاعب نظيف مونتيري المكسيكي. وهداف البطوله دلجادو وساتو دول ليهم 3 اهداف. واقوى هجوم هو مونتيري بست اهداف. واقوى دفاع هو كورينثيانز. واضعف دفاع اولسن. وضربات الجزاء لا توجد. وعدد الاهداف 21 اما عدد الانذارات 22 وطرد وحيد طبعا اللي كان لجاري كال طبعا لاعب تشيلسي في الدقيقه 90. يعني انا برضو عندي بس اطراد وحيد على كاسيو كافضل لاعب في البطوله حارس المرمى وخاصه ان هو بس كان في مستوى المباراه الثانيه كان ممتاز جدا في مباراه الاهلي. يعني ما اختبرش بشكل كبير جدا حارس كورينثيانز كاسيو. انا في رايي باولينو افضل لاعب في البطوله لانه تفوق على نفسه في كل شيء. صحيح. كان من افضل اللعيب. تاني لعيب جريرو لان له دور كبير جدا في الهدفين انه يوصل بيهم فاينل سيمي فاينل وفاينل. انما عشان احط كاسيو برضو دي اختيارات ممكن تكون اختيارات لاخر مباراه. دول من اللعيبه اللي اثروا. وانا كمان عندي مثلا لعيب زي تاكاياجي بتاع سان فريتس هيروشيما من افضل لعيبه اللي لعبوا مباراه لعبوا في البطوله. لعب عنده امكانيات عاليه جدا. احمد فتحي مثلا محمد ابو تريكه في الفتره اللي لعب فيها كان اداؤه راقي واداؤه عالي جدا. يعني في لعيبه كتيره جدا. كورونا بتاع مونتيري افضل لاعب على مباراتين بتلعبهم على مباراتين. عندك يعني فرقه لعبت 3 مباريات كده. بقول لك يا كابتن تامر نظام البطوله في رايي مجحف للانديه. يعني النادي الاهلي عمل مشوار في دوري ابطال افريقيا. عدد الكيلومترات اللي عملهم النادي الاهلي في بطوله افريقيا اكتر بكتير جدا من اللي عملهم اي نادي في اوروبا. معايا بيلعب في كونغو ونيجيريا وليبيريا دول كتيره جدا 12 و7 8 ساعات. فالمشقة عالية جدا. فأنت احتراما لقوة هذا البطل اللي لعب بطولة كبيرة جدا وبطولة قوية اسمها دوري أبطال أفريقيا المفروض تعمل بطولة من نظام مجموعتين تعملهم من 6 أندية. تبقى تدي النادي الأهلي حقه وتدي أوكلاند الضعيف ده كمان حقه وتدي سان فريتس أو أي نادي تاني من الموجودين أو أي نادي يصعد حقه. إنما تمييز عنصري لأن البطولة دايما كانت بطولة انتر كونتيننتال ما بين بطل أوروبا وبطل بطل أمريكا الجنوبية. فخلاص أنت عملت بطولة عالم. ادي بقى هؤلاء الانديه او هذه الانديه اللي لها دور كبير جدا ان هي تفعل بطوله كاس العالم اديها حقها حتى غير توقيتها لو التوقيت بتاعها مش في وسط السيزون او غير توقيتها غير كده. لا انت بتتكلم على جزئيه ان انا النادي الاهلي جاي اعمل 3 مباريات وبعدين نادي زي كورينثيانز يجي يعني ايه مثلا على راسه ريشه. طب ما انا لاعب برضه في واخد اخو خط الدفاع ولعبت غير مباراتين بالظبط وانا بطل قارتي. يعني انا في النهايه كابتن انا بطل قارتي قاره افريقيا قاره مش سهله قاره فيها يتخطوا ال 12 او ال 13 الف لاعب محترف في اوروبا وامريكا الجنوبيه. فانا اسف يعني اكيد هنشوف مشاهدينا الكرام احصائيات طبعا الفرق المتواجده في هذه البطوله في نسختها التاسعه. ده جدول الترتيب يعني لا دي الاحصائيات. مونتيري له 6 اهداف وعليه 4 معدل التهديف بالظبط معدل التهديف 2 في كل مباراه ومعدل ممتاز جدا بالنسبه لفريق مونتيري. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. عدد المباريات 3 تسديدات على المرمى 16 تسديدات خارج المرمى 14 التسلل 15
ضربات ركنيه. يعني بدل ما نتكلم عليهم يعني كابتن خالد يعني حللهم سريعا كده، يمكن اكتر حد سدد على المرمى ده هيروشيما، اكبر سدادات على المرمى هيروشيما، واكثر ضربات ركنيه ايضا كان سان فريس هيروشيما. انت خد بالك برضو يعني سان فريس هيروشيما لعب ثلاث مباريات، ثلاث مباريات النادي الاهلي لعب ثلاث مباريات، فبالطبيعه وبالتلقائي ان لازم يكون اكتر تسديد على المرمى الا اذا كان بقى فرقه بتلعب دفاع بحت. يعني اوكلاند ما جاتش اثنين تسديدات سليمه، ما جاتش يعني فرقه لعبت مباراه واحده وخلاص خلصت الموضوع على كده. انما النقطه الثانيه بتتكلم على فرقه زي فرقه مونتيري لعبها ثلاث مباريات بس عندها معدل لاعبين ممتازين جدا بالنسبه للحته الاماميه اللي هم كورونا وسيزار دلجادو وكاردوزو وكمان اللاعب لوني جريسي. يعني شايف ان فيها تفاوت كتير جدا، بس طبعا انا شخصيا شايف ان فرقه سان فريتسو هيروشيما من الفرق اللي عجبتني جدا على مستوى البطوله. عندها امكانيات فنيه عاليه جدا في خط الامام وفي نص الملعب. النقطه الثانيه كمان عجبني فريق كورينثيانز في التنظيم الدفاعي بتاعه، تنظيم على افضل ما يمكن، فرقه بهدفين كسبت بطوله كاس العالم للانديه، ولكن دفاعيا كانوا منظمين وعلى غرابه شديده جدا. وسط ملعب كان اكثر من رائع في حته التنظيم. وانا ادي لفريق مثلا زي كورينثيانز ادي له 8 من 10، بس 8 من 10 ادي 6 من 10 بالنسبه لخط دفاعه امام تشيلسي وامام النادي الاهلي، و2 من 10 اللي هم الزياده دول اديهم بالنسبه للناحيه الهجوميه. طب ادي له 7 كابتن خالد. بس يعني الفرقه اللي اخذلتك اولسن؟ أولسن الكوري لان انا كنت مراهن عليه، لان انا عارف امكانيات لعبته، عارف ان تي هو افضل لاعب في القاره الاسيويه كلاعب قلب دفاع، لي هو كمان لاعب عنده امكانيات عاليه جدا، لعيبه رالف وكمان فالز لعيبه ممتازين، فرقه بتلعب بتكتيك ممتاز جدا، بتلعب بسرعه، ولكن في اعتقادي مقابلتهم لفرقه زي مونتيري وعدم خبرتهم في كاس عالم الانديه اثر كتير جدا، والطريقه اللي انتهجها الفريق المكسيكي حته تبطيء الريتم والسيطرة على نص الملعب والاستحواذ والتمرير الكتير لا يناسب الكرة الكورية. نعم. مع ان الفريق الكوري اذهلني في دوري ابطال اسيا كان مستوى اكثر من رائع. هنشوف التقييم اللي اعطاه الكابتن خالد للفرق السبعة المشاركة في كأس العالم للأندية. كان كورينثيانز 7 نقاط من أصل 10. يعني انا زودت واحد بس هو 7 طبعا، زي ما قلت لك انا هدي 5 أو 6 مثلا بالنسبه لان واحد دفاعيه، لان طبعا كان في مباراه تشيلسي اكثر من رائع امام مجموعه من اللاعبين لديهم امكانيات عاليه جدا. دي نقطه. نعم. النقطه الثانيه. نعم. بنتكلم على جزئيه فرقه كورينثيانز الناحيه الهجوميه، جريرو كان اكثر من رائع، هنديله بقى 2 من 10، انما دفاعين كانوا ممتازين 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 ممتازين. نعم. ناخذ الفريق الاخر، الفريق الاخر هو طبعا وصيف هذه البطوله. الفريق الاول كان كورينثيانز، هو حامل اللقب في نسخته التاسعه. الفريق الاخر هو تشيلسي ب 6 من 10. يعني هو 6 من 10 طبعا، لان يعني انا هدي لعيبه تشيلسي 6 من 10، واذا كان عندي تقييد من المدرب ممكن اديله 4 أو 5 من 10 لرافائيل بينيتس. 6 من 10 بالنسبه لعيبه تشيلسي انهم اجادوا فعلا ولعبوا على مستوى قدراتهم وامكانياتهم العاليه جدا، ولكن تخطيط او خطه او شكل او طريقه او اختيار غير موفق في مباراه كورينثيانز اثر كتير. نعم. تغييرات في المباراه اثرت كتير جدا، عشان كده اديت لتشيلسي بعيدا عن رافا بينيتس اديته 6 كمستوى. نعم. فرقه بالنسبه للمجموعه. مونتيري بطل الكونكا كاف امريكا الشماليه والوسطى حصل على 5.5 من 10. يعني هو الخمسه برضه طبعا، لان مونتيري يعني في مباراه امام الاهلي كان دفاعيا كان منظم بشكل كويس على عكس المباراه اللي لعبها قبلها مع فرقه تشيلسي وخاصه من جبل يمنى. الراجل فوكيتيتش اللي هو المدير الفني غير شال بيريزو وحط اوروزيو كمدافع ايمن، فعمل تحسين لخط دفاعه. فانت لما تيجي توصل لفرقه كسبانه مركز ثالث على فرقه كبيره زي فرقه النادي الاهلي، بالاضافه ان ادائهم كان عالي جدا في المستوى التكتيكي والدفاعي، اعتقد ان 5.5 مناسب ليهم. بطل القاره السمراء النادي الاهلي وبطل القرن في هذه القاره 5 من 10. على الاداء يا كابتن، على الاداء في بعض المباريات. يعني انا امبارح انت عمال تكلمني على موضوع النادي الاهلي لعب افضل مباراته، وانا اختلف معاك تماما. النادي الاهلي افضل مباراته كان سان فريتسو هيروشيما طبعا، اول مباراه وفرقه ممتازه جدا سان فريتسو، فرقه مجهوله يعني مش معروف. بس في النهايه الخمسه انا هديهم النادي الاهلي على الاداء كمجموعه كتوتال، في تفاوت في مستوى اللاعبين، تفاوت في لعيبه المدافعين، تفاوت في لعيبه نص الملعب، تفاوت في الناحيه الهجوميه، عشان كده الخمسه بالنسبه للمركز الرابع شايف ان هو نسبيا كويس على 35 دقيقه امام كورينثيانز، وعلى يعني مجموعه كده بالنسبه لمباراه مونتير فقط لغير. طبعا بطل الدوري الياباني سان فريتسو هيروشيما حصل على 4 نقاط من أصل 10. 4 نقاط في أول تجربة كبطل دوري ياباني وليس بطل القارة. زي ما قلت لك عنده تاكاهاجي وعنده ميزوواكي اللي هو اللاعب كرقم 7 ممتاز جدا، عنده ساتو ساتو كهدف بطولة برضه ممتاز جدا. فنديله 4 من 10 دول على المستوى الهجومي، وعلى أن هو أقل الفرق أو الأندية خبرات بالنسبة للبطولات الكبيرة جدا. سان فريتسو هيروشيما ليس من الأندية الكبيرة الموجودة على الساحة اليابانية، عندك روريتزا، عندك كاشيما من الأندية الكبيرة جدا، جنب أوساكا برضه نفس الموضوع. سان فريتسو كسب بطولة الدوري في مفاجأة غريبة جدا على فريق اسمه فيجلتا. أعتقد أن سان فريتسو في البطولات اللي جاية وفي دوري أبطال آسيا مع
خبرات لعيبته اللي سبب كاس العالم للانديه وقوه دفاعه ووسط ملعبه وسط كهداف ممكن يكون له دور في ضربه الاس اللي جاي. اكيد بطل اي اف سي او القاره الصفراء او بطل اسيا اولسن الكوري الجنوبي. يعني انا مديله ثلاثه يعني بصراحه لان يعني احزنني جدا. كنت متوقع منه اكثر من كده زي ما قلت لك لان عندهم مجموعه لعيبه وعندهم مدرب ممتاز مدرب هادي وعارف فاهم بيعمل ايه وكان في مبارياته في دوري ابطال اسيا اللي تابعتها معظم يعني تابعت له اكثر من 10 12 مباراه كان اداء اكثر من رائع انما عشان يقدم المستوى دوت والشكل دوت يمكن قلت لك لطبيعه لعب النادي مونتير المكسيكي ولطبيعه اداء الفريق الكوري مونتير المكسيكي بيلعب على حته الاستحواذ وتبطئه الريتم زي ما قلت قبل كده عشان كده كان اداء سيء جدا الهدف اللي احرزه هدف بخبره لاعب هو نجم القاره السمراء اللي هو الصفراء اللي هو فقط لكن اولسن يعني يستاهل ثلاثه. نعم بطل الاوكيانوس اوكلاند ما جاش انا كل سنه عن سنه يعني كل سنه بقول ان اوكلاند ده يعني هو بطل الاوكيانوس والفرقه بتلعب كل سنه في كاس العالم للانديه لان ما عندهمش بطولات خالص اوكي يا يشترك يا ما يشتركش طيب البطوله عندهم ضعيفه طب النادي الاهلي كان السنه دي ما كانش فيه بطوله خالص ووصل وعمل شغل كويس جدا طب اوكلاند يعني على كم عندهم اكتر من 13 لاعب محترف 13 لاعب محترف مع تغيير مدرب اسباني بقاله اكتر من سنتين معظم اللعيبه اللي بتلعب في الخط الامامي كلهم اسبان لعيبه عندهم عناصر صغيره شابه وممتازه جدا وفي النهايه يدخل الى كاس العالم في اليابان ويخرج وكاننا لم نشعر به. ما اعرفش هل هو زعيب ان البطوله بتاعتهم ضعيفه ام الاهتمام قليل. نورفيجي وتهيتي ودي الاوكيانوس يعني المفروض دول الاوكيانوس المنتخب الايزلندي كان في كاس العالم اللي فاتت قدم مباراه اكثر من رائعه. ولعب بطريقه ممكن يكون اختلاف الطريقه اللي بيلعب بها مدرب الفرق في الوقت الحالي انه بيلعب بالشكل الاسباني شويه لا يتناسب مع طبيعه وقوه فرقه نيوزيلاند اوكلاند المفروض ان هي كطبيعه كره نيوزيلاند تلعب على الكوره الطويله والمعدل الجسماني والمعدل البدني وده ما كانش موجود خالص يمكن فرقه انا في رايي من اضعف الفرق اللي شفتها يعني شبيهه الى حد ما بسانشاين بتاع دوري ابطال افريقيا. نعم هنشوف دلوقتي مشاهدينا الكرام يعني الاحصائيات الخاصه بالنادي الاهلي وطبعا كل لاعب على النادي الاهلي على حده هنبدا بشريف اكرامي كابتن خالد عدد دقائق لعب 155 دقيقه اهداف دخلت مرماه هدفين تصديدات